نعم توما انت منور بنورك. اه والله يعني ايمن صديقي من زمان جدا طبعا، لكن انا اتعرفت بيك من قريب ما شاء الله، عامل اغاني جميله الحمد لله. ويمكن برضو ايه للمتفرج يعني ايه موزع، يعني ايه حد بيبقى في حد بيلحن وحد بيوزع، يعني ايه موزع؟ والله هو التوزيع الموسيقي هو يعني في ناس بتتلخبط بين الملحن وبين المزيكا، هم بيفتكروا ان المزيكا هي اللحن. لا، اللحن هو الميلودي، تنغيم الكلام، تنغيم الكلام. التوزيع هو الالات، توظيف الالات، يركب الطبلة، الايقاع هيدخل امتى، السولو امتى، كمانجات شكلها عامل ازاي، البيت سيكشن اللي هو الريتم، ريتم الاغنيه عامل ازاي. كل الحاجات، كل ما يخص المزيكا هو يعني انت كانك بتاخد شقه وتشطبها بالظبط كده، يعني تاخد الشقه على المحاره بالظبط كده. بص يعني بقول لك هو مسكنا صناعيه من اول ايوه صناعيه بتوع وده يعني هو ده يعني قال لك ايه الشقه في الدور الثالث ده المؤلف. لا انا في الاول انا في الارضي. انت في الارضي انا اول واحد انا بحط المسلح بالظبط الاساس انا بتاع المسلح الاساسيه هم ماشيه كده يبقى انت المسلح صح؟ انا المسلح ويوم الملحن عامل الحيطان والحاجات دي انت الخوازيق والخوابير